أما بيونسي ومن بعد ما سابت الجمهور لأسبوع بحاله عشان يحلل وينشر أخبار عن علاقتها مع جوزها جيزي وخيانته اللي قالوا إنها لمحت ليها في كليب لامينيد، خرجت أخيرا وردت في حفلتها الأولى في دولتها العالمية فورميشن. أريد أن أهدي هذه الأغنية لزوجي الجميل، أحبك كثيرا. بالكلمات دي أكدت بيونسي على الحب الكبير اللي بينها وبين جوزها جايزي بعد ما أهدته أغنية هيلو على المسرح. التصريح ده كذب الإشاعات اللي رفقت ألبوم ليمونيد واللي كان فيه تركيز على الخيانة، وكل حلل إنها تقصد جوزها، فبقوا حديث الأخبار الفنية والمواقع لحد ما بيونسي حطت حد لكل الكلام ده وعلى المسرح. جايزي تواجد مع مراته في التدريبات وكمان بنتهم بلو آيفي، وكان من أول الحاضرين في الحفل وفي الصفوف الأولى مع ليل وين، ريك روس وصاحبة بيونسي المقربة ميشيل ويليامز. جمهور بيونسي كان في انتظار التور ده من فترة طويلة، فحرصت إنها تقدم لهم استعراضات مميزة زي ما عودتهم، فغنت أكتر من 35 هيت من ضمنهم أغاني ألبومها الأخير، وأكتر شو ملفت قدمته كان الووتر سبلاشينج، وطبعاً ما نسيتش إنها تكرم برينس من خلال عرضها أغنيته الشهيرة بيربل رين، والجمهور تفاعل معاها بطريقة مؤثرة جداً. أما أزياءها في الشو ده فكانت حديث الصحافة والناس، فركزت كوين بي على البادي سوتس وطلت بواحد اسود من تصميم دي سكويرد 2، والاسود كان اختيارها كمان مع ديزاين باللون الذهبي تصميم روبرتو كافالي، ومن بالما غيرت للابيض مع ليس، واللون الاحمر كان ليتكس، وواحد تاني مزين باللؤلؤ مع بلت من جوتشي، والسيلفر سوت كانت من تصميم شاربل زوي العربي الوحيد اللي اختارته في التور ده، وزوي عبر عن سعادته فنشر اكتر من فيديو من الحفله على الانستغرام. لكن مفاجآت بيونسي ما خلصتش، فأعلنت فجأة عن تأجيل حفلتها بتاعت ناشفيل اللي كان المفروض إن هي تكون يوم 5 مايو من غير ما تعلن عن الأسباب، وطلبت من الجمهور يحتفظ بالتيكتس لحد ما تعلن عن الميعاد الجديد.